مرحبا بكم في قسنطينة. قسنطينة عاصمة التاريخ والثقافة، قسنطينة مهد الجهاد والنضال. مرحبا بكم في هذا العرس الكبير. من هنا تنطلق الحملة الرئاسية للمترشح السيد عبد المجيد تبون. لنا الشرف والحظ أن تكون هذه الانطلاقة من قسنطينة. نتمنى كما كل الجزائريين أن تكون جزائر جديدة، جزائر نصنعها بسواعد كل الجزائريين. أنا كفنان نحلم بأمان كثير أن تكون الجزائر فيها كثير من الأشياء الثقافية والفنية، ويكون الفنان والمثقف له كل المكانة الراقية، ليكون الجزائر واجهة في الدول العربية والدول الغربية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.